بنقعد قبل ما بيجي رمضان من شهر، بنبتدي نتفق مع الناس، بيبتدي يتفق مع العمال اللي تجهز الاكل هناك، عشان ايه؟ يبقى جاهزين احنا لما يجي شهر رمضان نكون جاهزين نقدر نقدم حاجه حلوه للناس. الاكل بيجي لنا في بوكسات او تنكات، نبتدي عمليه الغرف، بنغرف الاكل جوه الاطباق. طبعا الوجبات تبقى وجبه متكامله. الاكل اللي بيجي عباره عن رز وعن خضار، بيبقى يا بسله يا ملخيه، وفيه بلح وفيه عصير وفيه عيش وفيه سلطات وفيه فراخ. الفراخ بتيجي كلها بتتجهز من فنادق، والاكل كله بيجي نظام فنادق بتشرف عليه، والكنيسه هي اللي بتبقى ملتزمه بالمكان ده كله. في فريقين بقى كده بيتقسموا، فريق بيوزع على الناس اللي بتيجي تشرفنا هنا في المائده وبتيجي على الترابيزات تقعد، دي بقى في ناس بتوزع الوجبات دي، وفي فريق تاني مسؤول عن توزيع الوجبات اللي على العربيات اللي ماشيه اللي ما لحقوش يحضروا ياكلوا في بيوتهم او كده. المائدة بنعمل في كل رمضان ان مرتين في الاسبوع بنعمل مائدة المحبة، كأننا بنشارك اخواتنا المسلمين وهم بيفطروا، بنقدم لهم اكل وبنقدم لهم شرب وبنقدم لهم عصير، ونأكد لهم على محبتنا ليهم بصورة شخصية، وانه مهما حصل هنفضل شعب واحد وعيلة واحدة عايشين تحت سقف البلد دي يعني.